بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي جنوتوكس. في هذه الحلقة السريعة سنتعرف على طريقة إضافة رموز وعبارات إسلامية إلى الطقم المكتبي ليبر أوفيس وبالأخص الرايتر. أولا سنتعرف على اختصار سريع لكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وهو عبر كتابة DF أو FDFD ثم الضغط على Alt زائد X، وبهذه الطريقة سنحصل على عبارات بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة لا أعرف اختصارات أخرى أو لم أبحث في الأمر، لكن وجدت خط يمكن إضافته إلى النظام ومن خلاله الحصول على كثير من الرموز والعبارات الإسلامية. هذا هو الخط، هو أغا أرابيسك، منه نوعين ديسكتوب وأرابيسك عادي. أنا أضفتهما معا، قمت بتنزيل النسختين معا وهما هنا، فككت الضغط عنهما من خلال Extract Here وحملت النسختين، ذهبت إلى الهوم من مجلد المنزل ثم Ctrl H ثم إلى مجلد الخطوط ثم وضعتهما هنا هما معا. هما أغا أرابيسك أغا أرابيسك أغا أرابيسك ديسكتوب هما معا جنبا إلى جنب. بعد فتح إعادة تشغيل ليبر أوفيس نأتي إلى سيمبول ثم إلى مور كاركتر ثم نأتي هنا إلى أغا أرابيسك. ستجد كل ما تحتاج من العبارات والخطوط الإسلامية والرموز عفوا إسلامية. هنا يمكن إضافتها إلى فافوريت من خلال اختيار أي منها تريد وتضيف إلى Add to Favorite ثم تجدها بشكل سريع موجودة هنا في المفضلة. وهنا Recently Used يعني أي واحدة منهم استعملتها مؤخرا ستجدها في هذه الخانة. هنا نأتي مرة أخرى إلى على سيمبول و أغا أرابيسك ديسكتوب. ها هي كثير من الثامن العاشر والعبارات الثلاثاء أيام الأسبوع والرموز التي يمكن استخدامها. مثلا هذا الأول، مثلا الأول ثم Add to Favorite سأجدها موجودة بمجرد أن نقر هنا. أوسط الخط أجعله Title ثم الأول تجدها بهذا الشكل، تكون مفخمة أجعلها بهذا الشكل وهي كما ترون. عبارة أخرى مثلا الله أكبر أيضا يمكن التلاعب أو التحكم فيها بهذا الشكل. كانت هذه الطريقة الثانية، وهناك أيضا إضافة أخرى على الفايرفوكس وأيضا على الكروم وهي الرمز. هذا هو الموقع رمز صلى الله عليه وسلم، ممكن نسخ الرمز مثلا نسخ الرمز صلى الله عليه وسلم. ونأتي و Ctrl V نلصقه بهذا الشكل وهي وجدناه. من خلال الإضافة لن تحتاج إلى الذهاب إلى الموقع في كل مرة، تأتي إلى الإضافة ثم من هنا تختار جل جلاله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا نسخنا بسم الله الرحمن الرحيم
ظهر بهذا الشكل، ومن خلال الموقع ستجدون بعض الرموز والعبارات الأخرى التي يمكن استخدامها بهذا الشكل. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.